حسن الأخلاق في المغرب، ولا كيفاش كتشوفوا الأخلاق في كلمة واحدة؟ قيمة مضافة. هشام؟ تحول. تحول الآن هناك نحو تحول. السلبي ولا نحو الإيجابي؟ من الصعب نحكموا عليه، خصو دراسة أكثر. واخا غادي نحكموا عليه واخا هكاك وصل الميسا. زينب؟ كنعرفها بالذوق العالي اللي كيكون رفيع راقي. الذوق العالي والراقي. أميمة؟ بالنسبة لي ثمرة الإيمان الصحيح. أكيد. شفنا إذن حسن الأخلاق أو الأخلاق اليوم في 2014 في المغرب ومن طرف الشباب في كلمة واحدة.